21. انا بقول لكل شباب اللي بدولة الكويت، الشباب اخواننا وحبايبنا اللي مقبلين على تربية النحل، ما تخافش من النحل. النحل كائن وديع، بس ما تعملش زي من اول مرة، اصبر شوية. يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. بكرة ان شاء الله اول ايام شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم ويتقبل.